أخبار اليوم. بشكل تختلف شغالين أيضا في دراسة حقيقية لبحيرة قارون، ابتدينا أيضا في بحيرة المنزلة. إذا اهتمام السيد الرئيس بالبحيرات والعاملين في هذا المجال واهتمامه بالصيادين اهتمام كبير جدا ومتابعة الحقيقة متابعة دقيقة. النهاردة احنا بينكم، ولكن الروح الرائعة اللي انا حاسس بيها من انا وسط اهلي، وانتوا عارفين طبعا علاقتي بهذا البلد يعني، وعلاقتي بيكم في كأهل أسوان لانها علاقة عمل بقالها سنوات طويلة وزيارات متكررة. ولكن الحقيقة اللي بيسعدني ان فعلا احنا الحمد لله النهاردة كلنا شغالين بآلية واحدة، وكلنا شغالين في منظومة واحدة. الحكومة بأجهزتها التنفيذية كلها متداخلة بتشتغل مع بعض بروح الفريق، واللي بيساعد وبيساند أصحاب المصالح اللي هو أهله. ده منظومة رائعة تؤكد إن أي عمل جماعي وليه رؤية واضحة وليه خطة واضحة وفي متابعة، وهذه المتابعة هي إن أي عائق بيزال، ده اللي بيؤكد إن شاء الله إن إحنا هننجح في هذه البحيرة. البشارة الكبيرة، الأمل الكبير، هنوصل إن شاء الله 50,000 طن. ليه لأ؟ إحنا النهاردة بنوصل لكام؟ 20 يا فندم؟ 21. قبل كده كنا بنوصل ل 12 13. إذا برضه ده مؤشر نجاح، هنوصل لل 50. مشروعات تنمية كثيرة، أنتم كخبرة ما شاء الله، العرض اتعرض من أهلنا النهاردة في الجمعيات، والكلمة الرقيقة الجميلة اللي لمست قلوبنا الأخرى. ولكن يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أنها تكون في هذا الوقت، لأن هي زود خير إن شاء الله بإذن الله، وهينتج عنها خير كتير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الحقيقة طبعا يعني أنا سبت الورق المكتوب، وهنتكلم يعني مما أحس به من وجداني. مبدئيا إحنا أنا وشعب أسوان بنحمل معالي المهندس ابراهيم المحلب رسالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فحواها أولا بنهنئه بشهر رمضان، وربنا يعيده عليه وعلى أسرته وعلى أهل مصر جميعا من خير الأمن والبركات. النقطة الثانية، شعب أسوان كله بيقول لك يا ريس سير على بركة الله ونحن معك على قلب رب الواحد. التنمية والنماء إلى رعاية الدولة ودعمها واهتمامها والنهوض بها، وما أحوج الدولة اليوم إلى العناية بهذا المحور الاقتصادي، وهي في حاجة لا تفريغ كل مقدراتها وطاقاتها. فكيف لا تهتم الدولة بدورة بحيرة السد العالي التي تضم بين صياديها وعمالها كل أطياف المجتمع المصري بمحافظاته المختلفة، حيث تضم أكثر من 50,000 صياد وعامل وأسرهم، بالإضافة إلى العاملين على وسائل نقل المصادر بالنشاط ومواعيد النقل وعمال الشحن والتفريغ بالمواعيد الثلاث، وسائقي سيارات نقل الأصناف لإمداد